السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا سيدي. الحمد لله. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. بعد إذنك كان عندي بس سؤالين بعد إذنك. تفضل. كان عندي بنتي اتولدت وفي إيد من إيديها كان في صباع زيادة، هل يجوز قطعه أو إن أنا أشيله يعني؟ نعم يجوز. نعم، إذا ولدت البنت لها 6 أصابع أو 7 أصابع أو إصبعان ملتصقان، إجراء العمليات لإعادتها إلى ما عليه عموم خلق الله جائز، إذا كانت هناك أمور خلق الشخص فيها وهي شاذة عن سائر بني آدم، لا مانع من أن تجرى عمليات جراحية لإعادتها إلى ما عليه عموم خلق الله. وليس علي اسم يا سيدنا؟ نقول لك لا مانع. يعني واحد على سبيل المثال ولد وله مخرج للبول غير المخرج المعتاد لدى الناس، ماذا نصنع؟ نتركه أو نجري العملية؟ يعني ده ما يعدش من تغيير خلق الله؟ لا لا. الله يبارك فيك يا سيدي. الله يسلمك.